ضربة قاسمة لميليشيات الحوثي في إطار مساعي تجفيف منابع تمويل حروبها ضد الشرعية والمجتمع اليمني، حيث دشن الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس اليمن الاتحادي شركة جديدة للاتصالات متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت تحت اسم عدن نت، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن، وتبلغ تكلفتها 100 مليون دولار أمريكي. مشروع الاتصالات هذا سيضع حدا للاحتكار والنهب والاستحواذ على أموال الشعب من قبل ميليشيا الإجرام. وبحسب تقرير الخبراء الأممي، فقد حصدت ميليشيات الحوثية الانقلابية نحو 98 مليار ريال سنويا و257 مليار دولار من عائدات الانترنت خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول 2016 حتى يوليو تموز 2017، كما حصلت على مبلغ 75 مليار دولار مقابل تجديد التراخيص لشركتي الهاتف النقال بنظام GSM لمدة عامين حتى ديسمبر كانون الأول 2017. وتعد هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة الشرعية ضربة موجعة لميليشيات الحوثي سياسيا واقتصاديا وعسكريا.